يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية. يتضرع الحجاج في هذا اليوم إلى الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجاج بنفرتها إلى مزدلفة، ويصلون فيها المغرب والعشاء، ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر. لا تعلم.